خليني اعرف ايه اللي ضار في دماغك ان انت تكتبي الكتاب ده. يعني هل انت شفتي قدامك يعني 22 سنه بالتالي ما مرتيش او ما عندكيش تجارب حياتيه كتير تخليكي تكتبي الكتاب؟ الكتاب ده يبقى عايز واحد عنده 50 60 سنه يعني يكون شاف حاجات كتير. لا هي القصه مش كده. القصه ان انا كان عندي كنت ادمن في صفحات للدفاع عن حقوق المراه، اوكي فكان بيتعرض عليا حالات كتير زي كده، تمام. يعني اعتداءات في سن صغير من اقرب الناس زي ممكن العم الخال. طبعا الاب والام مستحيل يفكروا في حاجه زي كده، مستحيل. لا خالها يعمل كده؟ لا مستحيل. عمها بيبقوا رافضين للواقع، بيبقوا رافضين ده حقيقي. يبصوا لحاجه زي كده. حتى الطفل اوقات بيبقى مش حابب يروح المدرسه، بيبقوا مش عارفين يسالوا طب ليه. لازم نسال ليه مثلا، مش ممكن المدرس يكون بيعتدي عليها، ممكن الدكتور طبيعي، اي فئه في المجتمع ممكن يتعرض للطفل. ليلى سنها كان كام في لما تم القصة؟ الاعتداء 15. 15 سنة. بصي انت في الكتاب يعني ذكرتي قصص كتير، منها زي يمكن كنت بتكلم معاكي في حاجات واقعية فعلا قعدتي وخدتي بيرميشن من الناس ان انت تنشري القصص بالظبط. بتاعتهم. بنلاقي حاجات كتير واعتداءات جنسية من ام، من اب، من خال، زي ما انت قلتي. الاهم واللي عجبني ان انت اتكلمتي على دور الاهل، دور الاسرة، دور الام، دور الاب، دور الاخ، دور الزوج اللي اتجوز بقى ليلى. ناقشتي ازاي دور الاهل؟ يعني ان احنا يمكن من حاجات بسيطه اللي انا قريتها ان احنا لازم لما نمر بتجربه ما اتكسفش اروح اقول لامي، اروح اقول لابويا، اصل هم دول الوحيدين اللي المفروض هيبقوا في ظهري. فانت ناقشتي الموضوع ده ازاي؟ ده المفروض في بعض الاهالي ما بيتقبلوش ده، فعرضت الجانبين. خليت الاب ان هو كنت ظاهره الاب في الاول ان هو مجرد ATM بيصرف على عياله، ما يعرفش اي حاجه عن بنته. وطبعا معظم الاباء بيعملوا كده، انا للأسف. مجرد مكنه فلوس ماشيه مش اكتر ولا اقل. وخليت دور الام الشديده الحاده اللي ما بتعرفش للنقاش طريق، وده طبعا موجود كتير قوي في مجتمعنا. وبحكم ان في ستات كتير جدا بيشتغلوا دلوقتي فما عندهمش وقت، بيبقوا راجعين من الشغل تعبانين مش قادرين يسمعوا طب بعدين بعدين بعدين، بالظبط. وده غلط فده جدا غلط جدا جدا طبعا. جدا. عشان كده انا دايما بقول قبل ما تجيب طفل للدنيا دي لازم تبقى عارف كويس الجانب مش اجتماعي بس، نفسي مهم جدا 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 عشان يخرج لنا طفل سوي. فخليت الام في منظر طبعا معظم الامهات ما بيسمعوش، لا 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 مستحيل يحصل ده، بتكدب الطفل واوقات بيتضرب. فخليت ان الام هي الشديده، وبعد كده الاب في الاخر عرف طبعا ان هو كان غلطان، فقرر ان هو يساندها. وطبعا ده لعب دور مهم جدا جدا في حياه ليلى. وكمان ان هو مش خايف ان بنته ترجع، بعد لان نظره المجتمع للمطلقه ازاي هترجع بعد شهرين ثلاثه جواز، يا ترى هيقولوا عليها ايه. فانا ذكرت ان الاب كان مساندها، وطبعا الدور الاول والاخير كان لاخوها أخوها. جبريل. طيب حلو، خلينا نقف عند النقطة دي.